نشرة السابعة مساء من الميادين، والبداية مع العناوين. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي، ونتنياهو يهدد. وحدة المعركة ووحدة العدو. ذكرى الشهيد سليماني تربط المواقف بين غزة وبيروت، والفصائل الفلسطينية تشدد على وحدة محور المقاومة. الشهيد سليماني وجبهات الميدان الأمامية قصة شجاعة وعشق للشهادة. لم تظل موانئ اليمن مغلقة، فيما موانئ حكام الإمارات وحكام آل سعود مفتوحة. وهذه الرسالة سريع يؤكد امتلاك القوات اليمنية عشرات المسيرات الهجومية القادرة على تدمير تحصينات الأعداء وتجمعاتهم. القضاء البريطاني يرفض طلب تسليم مؤسسي موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة. وفي السابعة أيضا، رحيل الموسيقار اللبناني ياسر رحباني عن عمر ناهز 83 عاما. مساء الخير. رأت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطوة الإيرانية ببدء التخصيب بنسبة 20% في منشأة فوردو هي أكبر خطوة باتجاه السلاح النووي منذ عام 2015، فيما قال نتنياهو إنه لن يسمح لها بذلك. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي كان أعلن البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في فوردو، في خطوة تأتي استنادا إلى قرار مجلس الشورى وفي إطار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات والحفاظ على مصالح إيران. وزير الخارجية الإيراني أشار إلى أن قرار استمرار التخصيب بنسبة 20% اتخذ وفقا لقرار البرلمان، كما تم إعلام منظمة الطاقة الذرية الدولية بالأمر. ظريف أشار في تغريدة على تويتر إلى أن الإجراءات الإيرانية قد يتم التراجع عنها في حال التزام باقي الأطراف بكامل تعهداتهم. المفوضية الأوروبية دعت إيران إلى التراجع عن قرارها، كما دعت جميع أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتهم. إذا تم تطبيق الإعلان الإيراني فهذا سيشكل تخليا عن التزامات طهران بخطة العمل المشتركة الشاملة. دعوني هنا أعاود التذكير بأهمية تفادي أي خطوات من شأنها تهديد الاتفاق النووي، والتذكير بضرورة التزام كل الأطراف بالحفاظ على هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية ستبقى حية ما دام الأطراف ملتزمين بتعهداتهم. أعلنت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أنها أوقفت سفينة كانت في طريقها من ميناء الجبيل السعودي إلى كوريا الجنوبية لانتهاكها قوانين البيئة البحرية وتلويث المياه. السفينة التي تحمل علم كوريا الجنوبية وعلى متنها 7200 طن من مادة الإيثانول نقلت إلى ميناء بندر عباس في محافظة هرمزكان لتشكيل ملف قضائي لها، كما تم احتجاز أفراد الطاقم وهم من جنسيات كورية جنوبية وإندونيسية وفيتنامية. وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر أعلن أن حاملة الطائرات الأمريكية USS نيمتز التي كان من المقرر سحبها ستبقى في مياه الخليج بحجة وجود ما وصفه بالتهديدات الإيرانية. وفي بيان له قال ميلر أن الحاملة ستبقى في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، مشددا على وجوب ألا يشكك أحد في عزيمة الولايات المتحدة بحسب تعبيره. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاد قال أن طهران ترصد التحركات الأمريكية في المنطقة بدقة. زاد أوضح أن بلاده بعثت برسائل واضحة إلى واشنطن ودول المنطقة محذرة من هذه التحركات الخبيثة، وأضاف أن بلاده جاهزة لجميع السيناريوهات سواء أكانت استعراضية أم سرية، مؤكدا أن قدرات إيران الدفاعية لم ولن تكون موقع تفاوض أبدا. بعثنا برسائل واضحة عبر قنواتنا إلى أمريكا ودول المنطقة وحذرنا من الوقوع في فخ هذه التحركات الخبيثة. إيران جاهزة لجميع السيناريوهات سواء كانت استعراضية أم سرية. نحن واثقون من ردنا ونأمل ألا تخلق الإدارة الأمريكية في الأيام المقبلة توترات من شأنها أن تترك إرثا مشؤوما ستحاسبها عليه الأجيال المقبلة. تبعات كل مغامرة في المنطقة تقع على عاتق واشنطن، وفي حال الإقدام على أي عمل سترد إيران
إيران من دون أي شك. الأمريكيون يدركون أن هذا الملف ثانوي، وإيران لن تفاوض مرة ثانية حول أي جزء من الاتفاق النووي، وما يصرح به المسؤولون الأمريكيون هو للاستهلاك المحلي ولا يخص إيران. ما ننتظره اليوم هو عودة التزام الولايات المتحدة وبقية الأطراف إلى تعهداتهم بشكل كامل ومن دون شروط، وتعويض الشعب الإيراني عما مضى. أحيت الفصائل الفلسطينية في غزة ذكرى استشهاد القائد قاسم سليماني، حيث تلت إعلامية من القطاع رسالة لكريمة الشهيد زينب قاسم سليماني، أكدت فيها أن فلسطين كانت حاضرة في تفاصيل حياة والدها الشهيد. القيادي في حماس محمود الزهار أكد أن الشهيد لم يميز في دعمه بين أصحاب المذاهب، فيما دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جيوش الأمة إلى الاقتداء بالشهيد سليماني، مشددا على أن وحدة العدو والمعركة تتطلب تكاملا في محور المقاومة. الشهيد قاسم سليماني صاحب مشروع، وهو قاسم مشترك بين مختلف أطراف محور المقاومة، متجاوزا بذلك اختلاف اللغات والمذاهب والأعراق والأيديولوجيات. في ثقافتنا نحن استشهاد القائد لا يعني موت المشروع، فالشهيد يحيي الملايين كما نعرف، واستهداف القادة يدلل على صوابية النهج واستقامة المسار وجدية المعركة. والحاضر وفي المستقبل إن شاء الله. على خطى شهيد القدس قالت فلسطين كلمتها، فبعد عام على استشهاد قاسم سليماني لا تزال مواقفه حاضرة وبقوة. مواقف أعادت الفصائل تأكيد دورها في دعم المقاومة، وذلك في المهرجان الثقافي إحياء لذكرى استشهاده تحت عنوان شهيد القدس. قاسم سليماني كان ممثل دولة، الدولة لم تمت وقيادتها لم تمت، هذا قائد كان على تماس مباشر مع المقاومة. لم تبخل إيران ولم يبخل قاسم سليماني على المقاومة ودعمها بالغالي والنفيس، لذلك نحن نقول أننا ماضون على عهده. ليس بالدعم العسكري وحده يستذكر الفريق سليماني هنا، ففكره المقاوم وإرادته في دعم القضية الفلسطينية جعل منه أيقونة الثائر المثقف الذي مثل نموذجا لمن بعده. الجمهورية الإسلامية لا زالت تواصل دعمها للمقاومة الفلسطينية وللقضية الفلسطينية، واليوم الحاج إسماعيل قاآني يكمل دور الحاج قاسم سليماني. ثقافة هذا الإنسان المجاهد، هذا الإنسان المجاهد البطل الذي قدم الكثير لفلسطين، هي ثقافة الثقافة الدينية المجاهدة. وشهد المهرجان رسالة بعثت بها زينب قاسم سليماني إلى شعب فلسطين، كما لمعت صورة والدها على لوحة فنية رسمتها غزة، وصدحت الأناشيد باسمه، ووثقت الأفلام القصيرة سيرة حياته ونضاله. من هنا تؤكد غزة أنها ستبقى الوفية لكل من قدم لها العون والإسناد، فبعد عام على استشهاد سليماني ترفع المقاومة الفلسطينية لواء الوفاء لدمائه، مستذكرة دوره الداعم في زمن حاربها فيه كثيرون. أحمد شلدان، غزة، الميادين. وفي لبنان أحيت السفارة الإيرانية الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. اللقاء حضره حشد من الشخصيات تقدمهم ممثل الرئيس اللبناني ميشيل عون، وممثل رئيس البرلمان نبيه بري، وممثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وممثلون عن القوى والأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية كذلك. مخطئ من يظن أن بإمكانه أن يبني دولة في أي بلد من هذا العالم العربي والإسلامي بشكل صحيح للكلمة دون أن تكون فلسطين والقدس هي أولوية. الذي يقدم للناس هو أوهام وهو خيالات، أن التطبيع في زوايا الذل والمهانة الذي تنفذه بعض دول منطقتنا للأسف، سيأتي اليوم الذي تندم فيه على ما قامت به، لأن هذا النمط هو نمط الذل والهوان. نحن على أبواب زوال الكيان الصهيوني، وجميعا نحفظ ونردد الصفحة الأولى من سورة الإسراء. القدس وقف
أكبر من أن يختزله أحد أو جهة أو دين أو طائفة. من يتقرب منها سيحصل على شيء من هذه القداسة بقدر إخلاصه وحبه. ومن هنا لا نستبعد هذه الهالة التي حصل عليها الشهيدان لأنهما على طريق القدس. لقد نظر أقصى القوم فرأى الكيان الغاصب إسرائيل الضالع في كل شر يفتك بالمنطقة مهما اختلف لبوسه وتنوعت أساليبه من حمل السيف إلى رفع المصاحف. فحدد البوصلة والتوجه وبدأ في حياكة ثوب الترجمة الحقيقية لوعد إمامنا في إبقاء القدس هي قبلتنا وملتقى قيمنا ومعراج رسالتنا. أن الدماء الزكية التي سالت من الشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ستكون منطلقاً لوثبة جديدة من وثبات محور المقاومة كما كانت حياتهم المباركة تماماً. ونحن على ثقة تامة أن دماء قافلة الشهداء هذه هي الضامن لاستمرار نهجهم الشريف وتحقق أهدافهم النبيلة بقوة واقتدار. فلسطين كانت قلبه وعقله، فالأولوية لفلسطين في كل شيء وفي كل مسألة حتى وهو يدعم غير الفلسطينيين. كانت الأولوية دائماً فلسطين، ينصرهم في بلادهم لينتصروا معه لفلسطين. أكد عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي أن مسار المعركة أو المعركة اليوم يسير لصالح محور المقاومة من فلسطين إلى اليمن. البخيتي وفي مقابلة ضمن نقطة تحول عبر الميادين قال إن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر في حال قررت توسيع رقعة المعركة. طبعا بالنسبة لليمن الآن هي في صميم المعركة، ولكن إذا ما قامت أمريكا بارتكاب أي حماقة ضد إيران أو ضد لبنان أو قامت بتوسيع رقعة المعركة فإنها ستكون الخاسرة الأكبر. فإذا كانت اليمن وحيدة استطاعت أن تواجه 17 دولة فكيف سيكون الحال عندما تدخل في صميم المعركة إيران وسوريا ولبنان وكذلك فلسطين، هذا فضلاً عن العراق، لأننا في النهاية نراهن على الله سبحانه وتعالى ونراهن على شعوب المنطقة. نحن لا نراهن على الحكومات وإنما نراهن على الشعوب. فعالية جماهيرية حاشدة للأحزاب والقوى السياسية اليمنية المناهضة للعدوان والجبهة الثقافية لمواجهة العدوان. التفاصيل مع الزميل أحمد عبد الرحمن. لليوم الثالث على التوالي تتواصل الفعاليات الرسمية والحزبية والثقافية في صنعاء إحياء للسنوية الأولى لاستشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كقائدين ورمزين كبيرين وملهمين لمحور المقاومة. أحزاب وقوى سياسية وثقافية يمنية مناهضة للعدوان أكدت عظمة ما قدمه الفريق السليماني في مساندة القضية الفلسطينية ودعم حركات المقاومة في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة. نذكر ونتذكر بإجلال واحترام وتقدير الأبطال الحاج قاسم والمهندس أنهم كانوا في مقدمة الصفوف لمواجهة العدو الكبير والتاريخي لأمتنا. شاعر الصمود معاذ الجنيد سجل حضورا بارزا في ثالثة الفعاليات المغلقة في صنعاء إحياء لذكرى شهداء الأمة من خلال قصيدة كتبها الجنيد بلسان السيد حسن نصر الله. كان حبي له بحجم السماء وبحجم السماء كان عزائي، كان يسر الإله في كل عسر، كان لطفا بساعة البأساء، كان في النائبات سيف علي، كان في السلم رحمة الزهراء، كان صاروخنا لما بعد حيفا وصواريخ ما وراء الوراء.
هنا تدوي صرخات الحضور وتلبياتهم في ذكرى ارتقاء القادة الأحرار، وفي الخارج نصبت صور لهم في الشوارع الرئيسية للعاصمة اليمنية إلى جانب صور قادة وشهداء محور المقاومة في اليمن. بعمق ارتباط شهيد القائد قاسم سليماني بقضايا الأمة الوجودية يبدو واضحا عمق تقدير اليمنيين لهذا القائد الاستثنائي، يتجلى ذلك من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية المتواصلة إحياء لذكرى استشهاده. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. كشفت وكالة تسنيم الإيرانية مشاهد تنشر للمرة الأولى أظهرت تمسك الشهيد قاسم سليماني بالقتال في جبهات القتال الأمامية. صادقت سلطات الاحتلال على مخططات استيطانية أو استيطانية للاستيلاء على عشرات الدنومات من أراضي بيت لحم في الضفة الغربية، وفي سياق متصل أتت تجرفات الاحتلال على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية غرب سلفيت. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن هدف ما يجري هو إنشاء بؤرة استيطانية كمقدمة لإنشاء مدينة استيطانية كبيرة تفصل محافظتي سلفيت وقلقيلية. أكثر من 31 إصابة بفيروس كورونا سجلت في معتقل النقب الصحراوي. السلطة الفلسطينية حملت إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسرى وطالبت بتوفير العلاج اللازم لهم. التفاصيل مع الزميلة نسرين سلمي. قلق وتوتر خيما على أهالي الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأسرى. أكثر من 170 إصابة أعلن عنها منذ بداية الجائحة، كان آخرها إصابة أكثر من 30 أسيرا في معتقل النقب الصحراوي، والتخوف من احتمال ارتفاع أعداد الإصابات. طلبنا منظمة الصحة العالمية الأمم المتحدة بأن تمارس تدخل أعمق وأقوى وأشمل بما يضمن إعطاء اللقاحات للأسرى في البداية المرضى وكبار السن، ثم أن يأخذ كافة الأسرى، لأن إسرائيل هي المسؤولة عن حياتهم ومسؤولة عن توفير متطلبات العلاج.
وزارة الصحة الفلسطينية حملت إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى، ولا سيما في سجن النقب المكتظ بالمعتقلين وفيه مسنون وحالات مرضية عديدة، وطالبت العالم بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى إنقاذا لحياتهم. نحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن صحتهم، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من المسنين والذين لديهم أمراض مزمنة. هناك 700 مريض لديهم أمراض مزمنة وأمراض سرطانية، وبالتالي نحن نحمل سلطات الاحتلال والمسؤولية الكاملة عن صحتهم. السلطة الفلسطينية طالبت بلجنة دولية طبية محايدة للإشراف على أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، خصوصا وأن تزايد أعداد الإصابات يعكس الإهمال المتعمد الذي تمارسه إسرائيل بحق الأسرى في السجون. بحسب القوانين الدولية فإن إسرائيل كدولة احتلال مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية والطبية لآلاف الأسرى في سجونها، خصوصا في ظل انتشار الأمراض والأوبئة. نسرين سلمي من أمام معسكر بيت إيلي الاحتلالي شمال رام الله، الميادين. ادعاء الجيش الإسرائيلي تضاعف إقبال الشبان العرب على التجند فيه من دون تقديم معطيات موثوقة قابلته حملة انتخابية مكثفة لبنيامين نتنياهو وسط فلسطيني 48 في مسعى لتوظيفهم في الصراع الداخلي. تقرير منى الإسماعيل. في خطوة لافتة نشر الجيش الإسرائيلي معطيات ادعى فيها تضاعف إقبال الشبان العرب الذين قسمهم بمعايير طائفية على التجند في الجيش الإسرائيلي. الضغط على فلسطيني 48 بدأ واضحا من خلال تكثيف الجيش الإسرائيلي جهوده ووعوده وإغراءاته للشبان العرب للتجند فيه، بدءا من الحملة الدعائية واستغلال جائحة كورونا، وصولا إلى تعيين ما يسمى سفراء بزي العسكري للترويج للتجنيد، وصولا إلى عقد لقاءات وورش عمل لهذه الغاية. امتناع الجيش الإسرائيلي عن نشر معطيات موثقة بخصوص تجند الشبان العرب يثير الشكوك في صحة هذه المعطيات في ضوء سابقة تزوير الجيش الإسرائيلي معطيات تجنيد الحريديم. في المقابل دخل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خط الانقسام السياسي بين الأحزاب العربية عبر جولات انتخابية يجريها في البلدات العربية طمعا بحصد أصواتها في الانتخابات المقبلة، وهي جولات أثارت العديد من الأسئلة والانتقادات. لا نهاية لتزلف نتنياهو. هو الشخص نفسه الذي قال سابقا في بيان لليكود إن العرب يريدون تدمير إسرائيل، وهو من قاد حملة الكاميرات في صناديق الاقتراع العربية. ربما كان التحريض الأقصى الذي مارسه سياسي ضد العرب من قبل نتنياهو حتى أنه تخطى ليبرمان. نتنياهو فوت سابقا فرصة استراتيجية ويريد الآن إصلاح الخطأ ويعتمد على ذاكرة العرب القصيرة. نتنياهو يخطط لحملة انتخابية شخصية واسعة في المجتمع العربي، والهدف هو الحصول على مقعدين من المجتمع العربي، ولكن في الأساس إحداث تخفيض مهم في الحافزية لدى الجمهور العربي للتصويت للقائمة المشتركة. ما تقدم يمكن وضعه ضمن خانة المساعي المستمرة من أجهزة السلطة الإسرائيلية لاستغلال أوضاع فلسطيني 48 الداخلية والإقليمية بغية المضي قدما في سياسة الأسرلة التي فشلت حتى الآن. السابعة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. في اليوم العالمي للغة برايل تحويل الصور والخرائط إلى واقع يلمسه المقفول. من جديد أهلا بكم في السابعة التي نستأنفها من الشأن اليمني، الذي كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع عن امتلاك سلاح الجو المسير عشرات المسيرات الهجومية القادرة على تدمير تحصينات الأعداء وتجمعاتهم. سريع أكد وجود أجيال جديدة ذات قدرة عالية من حيث السرعة وإصابة الهدف والقوة التدميرية. تمتلك قواتنا صواريخ باليستية ومجنحة قادرة على استهداف المزيد من المنشآت الحيوية للعدو وإلحاق خسائر كبيرة في منشآته العسكرية والاقتصادية إذا استمر في حصاره وعدوانه لبلدنا. هناك 10 أهداف حيوية وحساسة في عمق العدو السعودي ضمن بنك أهداف قواتنا قد تتعرض للضرب في أي لحظة. القوات المسلحة على أتم الاستعداد
لتنفيذ ضربات نوعية وخلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة، وذلك لاستهداف أبرز 10 أهداف حيوية وحساسة ضمن بنك أهداف قواتنا إذا ما قررت القيادة ذلك. سريع أكد أن الشعب اليمني لن يقبل بالمحتلين والغزاة، وأنه سيواجه بكل الوسائل محاولات إخضاعه وإركاعه. سريع أضاف أن الشرفاء والأحرار في المناطق الجنوبية والشرقية وكل اليمنيين سيواجهون المعتدي والمحتلين حتى تطهير البلد منهم ومن عمليه. لم تظل موانئ اليمن مغلقة، فيما موانئ حكام الإمارات وحكام آل سعود مفتوحة، وهذه الرسالة على العدوان أن يستوعبها جيدا. وبشان أي مغامرة قد يقدم عليها العدوان وأدواته في الساحل الغربي وتحديدا في محافظة الحديدة، فإن القوات المسلحة تؤكد في هذا الصدد بأن أي محاولة هجومية قد تستهدف الحديدة سيكون ثمنها باهظا جدا، وستمتد تبعاتها إلى عواصم العدوان وموانئه ومنشآته. استشهد 9 مدنيين وأصيب 4 بجروح من جراء هجوم نفذته الجماعات الإرهابية على حافلات نقل على طريق أثرياء سلمية. وأكدت السلطات السورية أنه تم تأمين باقي الركاب جميعا وإسعاف الجرحى إلى مشفى السلمية، مشيرة إلى أن الهجوم استهدف قافلة صهاريج محروقات وثلاث حافلات سياحية لنقل الركاب. 9 شهداء وجرحى ومختطفون حصيلة هجوم جديد لخلايا داعش على طريق أثرياء السلمية، الهجوم الثاني خلال أقل من أسبوع بعد كمين استهدف حافلة لجنود سوريين في كباجب جنوب دير الزور، يشير إلى تصاعد لافت في تحرك التنظيم بعد نحو 20 شهرا من إعلان واشنطن القضاء عليه في الباغوز. يعتمد التنظيم على هجمات ينفذها عدد قليل من مسلحيه ضمن مساحات مفتوحة بين محافظات دير الزور والرقة وحماة وحمص، وصولا إلى محيط منطقة 55 في التنف. له أهداف تتعلق بالاختبار للطريقة الجديدة لعمل تنظيم داعش المعتمد على إعادة الهيكلة فيما يتعلق بطريقة الاستخدام القتالي، وأيضا فيما يتعلق بالتكوين أو القوام القتالي للمجموعات الإرهابية، القوام الصغير والاستخدام القتالي المعتمد على الكمائن والإغارات وغيرها. وهذه العمليات الإرهابية تحاول أيضا إرباك النشاط الاقتصادي وتحركات القوافل العسكرية والمدنيين في ظل جبهات لا تزال مفتوحة في إدلب وتهديدات تركية بالعدوان على عين عيسى وحصار اقتصادي أمريكي على دمشق لا يقل ضراوة عن الحرب التقليدية. منع الدولة السورية وحلفائها من إعادة الحياة إلى شبكة الطرق الصحراوية إن كان الممتد من حماه باتجاه حلب أي طريق خناصر، أو شبكة الطرق الصحراوية الممتدة من الحدود الأردنية جنوبا وحتى الحدود التركية شمالا مرورا ببادية حمص وبادية ومنطقة السخنة. استنزاف مدروس يكمل أهداف واشنطن بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي وحتى العسكري على الدولة السورية لتعطيل كل جهود الخروج من آثار الحرب. هزم داعش في سوريا والعراق، لكن بعض فلوله عاد كما تدل وقائع الأرض، في انتظار إرادة دولية جدية تلغي الاستثمار في هذا التنظيم الإرهابي بغية تحقيق أهداف فشلت واشنطن وحلفاؤها في تحقيقها عبر الحروب. محمد الخضر، دمشق، الميادين. رفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة بتهمة التجسس لنشر مئات الألاف من الوثائق السرية. تقرير موسى سور. رفض القضاء البريطاني تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة الأمريكية خشية أن يقدم على الانتحار بعد أن وجهت له واشنطن 18 تهمة تتعلق بالتجسس ونشر آلاف الوثائق المتعلقة بالحرب على العراق وأفغانستان قد تصل عقوبتها إلى 175 عاما. اليوم هو يوم انتصار لجوليان، وهذه بداية الطريق نحو العدالة بشأن قضيته. نحن ممتنون لاعتراف المحكمة بشأن جدية وضعه الصحي، لكن علينا أن لا ننسى أن لائحة الاتهام الأمريكية لا تزال قائمة.
قرار المحكمة فاجأ أنصاره خارج المحكمة الذين رأوا أن القرار انتصار لحرية الصحافة والديمقراطية، كما اعتبروا أن المعركة لم تنتهي بعد، متوقعين أن تستأنف واشنطن قرار محكمة الجنايات البريطانية. نحن نرحب بقرار المحكمة، لكن المعركة لا تزال مستمرة لتبرئته بالكامل. إنه لأمر مفرح جدا، لقد وقفنا معه منذ البداية لأنه بريء وهو بطل هذا العصر، ولن نشهد في حياتنا شخصا مثله لأنه يحمل مبادئ مثالية. أسانج الذي لا ذنب له سوى أنه قال الحقيقة وفضح جرائم الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، يعاني بحسب الأطباء النفسيين من اكتئاب حاد بعد 7 سنوات أمضاها في سفارة الأكوادور في لندن، وقد تعرض للتعذيب النفسي في سجن بيلمرج منذ أيار مايو العام الماضي. انتصر جوليان أسانج في معركته القضائية الأولى على واشنطن، لكن معركته لم تنتهي بعد في ظل توقعات باستئناف واشنطن قرار المحكمة الجنائية أمام المحكمة العليا البريطانية. موسى سرور، لندن، الميادين. نشر مكالمة مسربة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب فيها العمل لتأمين أصوات تقلب نتائج ولاية جورجيا يثير موجة انتقادات واتهامات له بمحاولة تزوير الانتخابات الرئاسية. المزيد في التقرير التالي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على أن هناك تزويرا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ترامب بنفسه يسهم في هذا التزوير وبكل وضوح بحسب ما نقلته صحيفة واشنطن بوست. كل ما أريد فعله هو التالي، أريد فقط أن نجد 11,780 صوتا. أهل جورجيا وأهل هذا البلد غاضبون، ولا ضير في القول إننا أعدنا احتساب الأصوات. لم يكتف ترامب في المكالمة الهاتفية التي استمرت نحو ساعة السبت الماضي مع سكرتير ولاية جورجيا براد ريفنسبرغر بالطلب منه إيجاد أصوات انتخابية لتخطي فارق الأصوات مع المرشح الديمقراطي جو بايدن، بل هدده إذا لم يستجب. بصراحة فإن هذا الأمر يجب أن يتم بسرعة، فهناك انتخابات مقبلة، وبسبب ما فعلته مع الرئيس فإن سكان جورجيا يعلمون أن هناك احتيالا حصل، وبسبب ما فعلته مع الرئيس فإنهم لن يشاركوا في التصويت. التسريب أثار موجة ردود أفعال مستنكرة تتهم ترامب بإساءة استخدام صلاحياته وسلطته، أبرزها من نائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس. هل سمعتم عن تلك المحادثة المسجلة؟ حسناً، لقد كان ذلك بالتأكيد صوت اليأس. من المؤكد أنها كانت بمثابة إساءة استخدام جريئة للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة. ترامب الذي يوشك على مغادرة البيت الأبيض قريباً ينتهك القوانين والدستور بحسب معارضيه بزعم تزوير الانتخابات، وهو يريد المشاركة في تظاهرة لمؤيديه في 6 من الشهر الحالي رفضاً للمس بالديمقراطية، ولكن التسريب الأخير يضعه هو بالذات في موقع الرافض لها بأكثر معانيها بداهة قرار الأغلبية. من واشنطن ينضم إلينا مدير مكتب الميادين منذر سليمان. مساء الخير دكتور منذر. أشبه بزلزال في أمريكا أو الشوط الأخير يمكن احتسابه من عمر الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض، كيف تتم يمكن الانتقادات؟ بأي إطار يمكن أن تساهم وأن تأخذنا بالمحصلة؟ وأيضا كيف يتم التفاعل مع هذه التسريبات بالداخل الأمريكي إعلاميا وكذلك في الشارع الأمريكي؟ هناك تركيز شديد في الإعلام الأمريكي، وهناك استنكار أشد ربما على المستوى ربما العام، يعني بشكل خاص طبعا من الحزب الديمقراطي، ولكن حتى أيضا بعض الجمهوريين مستائين من هذا التسريب، لأنه أيضا سيكون تأثيره المباشر السلبي على انتخابات جورجيا التي تجري غدا. ورغم أن ترامب هو ذاهب الليلة بتوقيت واشنطن لحملة انتخابية لدعم المرشحين، ولكن هو يحرج المرشحين الجمهوريين في تلك الولاية بسبب هذه التصريحات التي ترتقي حسب رأي العديد. يعني منذ قليل صرح ساندرز المرشح السابق للرئاسة عن الحزب الديمقراطي بأنه هذا عمل جنائي، ولو كان يعني هناك فرصة يجب أنه هذا كان يكفي لإجراءات العزل لترامب، لأنه يتصرف بشكل يعني على كأنه زعيم مافيا. وعلى فكرة يعني زعيم المافيا هذه تكررت في انتقادات سابقة أنه كيف يتصرف. وبالتالي من هنا كل الأنظار مشدودة الآن حول جورجيا من جهة، وحول
يوم الأربعاء عندما يكون هناك مصادقة من قبل الكونغرس على النتائج، بقطع النظر عن نتيجة جورجيا إن كان نجح مرشحي الحزب الديمقراطي أم لا، هناك أغلبية كافية في المجلسين ليوم المصادقة يوم الأربعاء على نتائج الانتخابات وتعيين ترامب، لأنه هناك دزينة من أعضاء مجلس الشيوخ يعترضون على النتائج ويطالبون بأن تشكل لجنة تحقيق في ذلك للتأكد من صحة الانتخابات، وهناك حوالي 140 من مجلس النواب، ولكن في كلا المجلسين سيكون هناك أغلبية تدحض هذا، يعني رغم أنه سيكون هناك تأخير لأنه عمليا سيجري نقاش لمدة ساعتين في كل، بعد الجلسة الأولى المشتركة ينفض كل مجلس بسبب الاعتراض ويتم المناقشة لمدة ساعتين، وبعدها يتم الانتخاب لدى كل مجلس، وكل الترجيحات تقول بأنه بايدن سينجح. طبعا هناك إجراءات أمنية استثنائية تجري في واشنطن بسبب أن ترامب ومؤيديه يدعون إلى نوع من الاحتجاج والاعتراض في الشارع الأمريكي، ستغلق شوارع، معظم الشوارع تقريبا في وسط العاصمة وقرب البيت الأبيض، تفادي لإمكانية حدوث احتكاك، إذا كان لأن هناك أيضا المعترضين من الجانب الآخر وخاصة من الجماعات اليسارية والجماعات المعادية للفاشية أيضا سيتحركون في تلك المنطقة. نعم. أيضا بريطانيا في موضوع أسانج دكتور منذر، حتى الآن هي مصرة على عدم تسليمه إلى سلطات الولايات المتحدة الأمريكية، ما هي الخيارات بالنسبة لها؟ وأتحدث قانونيا، هل يمكن أن تستأنف هذا القرار وإلى أي اتجاه تذهب؟ نعم، هناك خيبة أمل كما ذكرت وزارة العدل والتصريحات الرسمية الأمريكية حول عدم التسليم، رغم أن البعض يطالب ترامب بأن يصدر عفو عن أسانج، لأنه أسانج أيضا أقدم على مساهمة في تسريب أسرار لهيلاري كلينتون، وبالتالي من هنا الطلب من ترامب، رغم أن السلطات الأمريكية هي التي تطالب باستلامه. الخشية الآن حتى من بعض مؤيدي أسانج أن المحكمة في بريطانيا وافقت على معظم الادعاءات الأمريكية، بمعنى أنه من المبكر القول بأنه بفعل هذا انتصار لحرية الصحافة ونشر المعلومات، لأنه الطريقة التي أصدرت فيها يعني المحكمة القرار يدل على أنه لأسباب صحية وأسباب عقلية تم الأمر. إذن الاستئناف وارد، ويمكن للولايات المتحدة أن تقدم ضمانات أو ما يشبه الضمانات بأنه ما اعترضت عليه المحكمة في بريطانيا يمكن أن نقدم ضمانات إضافية بأنه لن يكون هناك عزل تام لأسانج وتعرضه للخطر، تعرض حياته للخطر، وبالتالي قد تنجح، يعني هناك نسبة ممكنة لنجاح عملية الاستئناف، ولكنها ستستغرق وقتا، وربما هذا الأمر أيضا مرتبط بالإدارة الجديدة، لأنه لن يكون هذا عملية الاستئناف لن تجري بشكل تلقائي، ربما تكون إدارة بايدن تختلف في مقاربتها، وهذا ما يعول عليه أصدقاء أسانج بأنه ربما الإدارة القادمة لن تكون مصرة على مقاربة مختلفة، علما أنه وزارة العدل الأمريكية تصفها منذر بأنها واحدة من أكبر الاختراقات للمعلومات السرية، وهنا يمكن تهمة التجسس التي تحيلها الولايات المتحدة إلى أسانج. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والتحليل دكتور منذر سليمان، مدير مكتب الميادين، كنت معنا من واشنطن. توفي الفنان والموسيقار ياسر رحباني اليوم عن عمر ناهز 83 عاما، رفيق أخويه المبدعين عاصي ومنصور وصاحب البصمة في أغنيات كبار الفنانين اللبنانيين والعرب، وتميز بإلمامه العميق بالموسيقى العربية والغربية. أحب الموسيقى حتى هام بها وكرس لها كل حياته. إلياس الرحباني موسيقي من الرعيل الأول الذي أسس لموسيقى الرحابنة، وله بصمات في أعمال غنتها فيروز مثل الأوضة المنسية ودخلك يا طير الورور.
كما ألف للفنانين صباح ووديع الصافي ونصري شمس الدين، ملحم بركات، ومجد الرومي وجوليا بطرس وغيرهم، وكان له توقيعه على أغنيات لأجيال متعاقبة من المغنين الشباب. أسس لنفسه خطاً موسيقياً غنائياً مزج بين الشرقي والغربي، وكتب بأربع لغات: الإنجليزية والفرنسية، الإيطالية والإسبانية. إلياس الرحباني متعدد المواهب الفنية وصاحب رسالة فنية جوهرها التسامح والأخوة، وهو قرن فكره الوطني برسالته الفنية ومزج بينها في ترجمة لافتة لمبدع خرج من أسر التقوقع ونسج علاقات إنسانية مع الجميع، فهو موسيقي رحب المخيلة، يعترف بالآخر ومنفتح على الثقافات. قدم للعالم المئات من الأعمال الموسيقية التي أسهمت في إيصال الفن العربي إلى العالمية، كما كانت له مشاركات في برامج اكتشاف المواهب، وعمل مشرفا على تعليم تلامذة الموسيقى في غير موقع، ودعم الفنانين الشباب بكل ما امتلك من معرفة وقدرة على الترويج. في رصيد الراحل أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، ونحو 2000 منها عربية، وقد ألف الموسيقى التصويرية ل 25 فيلما منها أفلام مصرية وأيضا لمسلسلات، ولديه معزوفات كلاسيكية على البيانو، من أشهرها موسيقى فيلم دمي ودموعي وابتسامتي ومسلسل عازف الليل. 60 سنة من الموسيقى وتأليف الأغاني يختتمها الياس الرحباني، وفي رصيده اسم محترم في لائحة مبدعي لبنان والوطن العربي، وسمعة نظيفة عنوانها الفن الجميل والموسيقى الراقية، وجوائز وأوسمة لبنانية وعربية وعالمية. لمناسبة اليوم العالمي للبرايل، أجهزة خاصة تمكن الطلاب المكفوفين من التعرف إلى الصور والرسوم بطريقة برايل. تقرير سامي جلول. هنا لا فرق بين كفيف ومبصر، هذه الصورة التي تراها العين المجردة هي ذاتها يتحسسها الطالب الكفيف بأنامله بطريقة برايل. هول الصور بيسهلوا علي كتير بالدراسة، خاصة إذا الشيء كان فيه شرح ورسومات مثل المبصر مثلا قادر يشوفها، فأنا بهاي الطريقة بتلمس عشان تعطيني الصورة أوضح. الأرض والشمس والغيم كلها باتت طيعة بين يدي الكفيف، وفي حال جهل أحدهم كنه الصورة فما عليه سوى الضغط مرتين عليها حتى ينطق جهاز خاص بالصوت حول ماهية الصورة وتفاصيلها. طبقة الأرض التي تحت الأرض، هون شكل شكل الشمس، وهون الغيوم والأمطار، وهون الأرض. لم تكن عملية إبراز الصورة بطريقة برايل سهلة، فهي تمر بمراحل متعددة، أولها رسم الصورة أو أخذها عن أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة، ومن ثم سحبها على طابعة خاصة بطريقة برايل، وبعدها يتم إدخال التفاصيل التي تحتوي عليها الصورة حتى يتمكن الكفيف من التعرف عليها باللمس والصوت معا. هذا الشيء بيساعد التلاميذ أن يدركوا الصورة أكثر، يدركوا العناصر تاع هيدي الصورة، خصوصا انه كان في صعوبة بالإدراك البصري عند التلاميذ المكفوفين. ما تقدمه هذه الأجهزة ليس أقصى طموح هذه الفئة، فهم يحلمون كما حلم من قبلهم مبتكر هذه الطريقة لويس برايل بأن تجعل الكفيفة مندمجا بشكل كامل في المجتمع من خلال اقتران البرايل بمثل هذه الأجهزة. أجهزة كثيرة يستخدمها المكفوفون للقراءة والكتابة بطريقة برايل، إلا أنهم يشكون من ارتفاع أسعارها، مطالبين الدولة بضرورة تأمينها لهم. سامي جلول، بيروت، الميادين. يعود مطار حلب الدولي إلى الخدمة من جديد بعد توقف قسري ثان تسببت به أزمة فيروس كورونا التي لم تفسح المجال أمام عودة حركة السفر إلى طبيعتها بعد 8 سنوات من التوقف بفعل إرهاب المجموعات المسلحة.
مطار حلب يعود إلى العمل من جديد بعد توقف قصري فرضته حرب المجموعات المسلحة وإرهابها على مدى 8 سنوات ضد هذا المرفق الحيوي المدني، ومن ثم بفعل جائحة كورونا، وذلك ضمن إجراءات احترازية متكاملة في إطار مكافحة انتشار الفيروس. طبعا كافة الجهات في العاملة في المطار أخذت كافة الإجراءات اللازمة على تشغيل المطار، من الطيران المدني، تفتيش الحقائب، الجمارك، الهجرة والجوازات، وزملائنا في المركز الصحي طبعا بسبب الحد من انتشار جائحة كورونا. نفحص أول شيء البي سي آر، الحرارة والبي سي آر، إذا كان معتمد بأحد المخابر معتمد عليها بالدول برا وكان سلبي فمن مرقم بتعهد خطي لمدة 5 أيام إنه ما يطلع من البيت، أما إذا كان البي سي آر إيجابي بنحجر عليه 15 يوم. العودة الجديدة لمطار حلب تأتي أكثر قوة وتطورا في ظل البدء بتنفيذ مشروع إنشاء مهبط جديد بكلفة 4 مليارات ليرة سورية، ما سيجعل المطار ضمن قائمة المطارات المتميزة على مستوى العالم، ويفسح المجال أمام استقبال مختلف أنواع وأحجام الطائرات، ما قد ينعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في البلاد. هذا المهبط سيؤمن وجود مهبط ثاني لمطار حلب الدولي، ويمنع إغلاق المطار لأي سبب كان في حال حدوث صيانة، ويرفع من سوية المطار، لأنه الرصف لهذا المهبط هو أعلى من المهبط الأول، وسيكون بمقياس BCN 85 لأعلى قدرات حمولات طيران. المطار ينتظر تحرك شركات الطيران لإنهاء الترتيبات والإجراءات اللازمة لاستئناف نشاطه الداخلي والخارجي، وبالتالي لإعادة ربط حلب جويا بباقي المحافظات السورية وببلدان العالم كما كانت قبل الحرب، رغم الصعوبات الكبيرة التي تسبب فيها الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. الآن تذكير بعناوين السابحة. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في موقع فوردو النووي، ونتنياهو يهدد. وحدة المعركة ووحدة العدو. ذكرى الشهيد سليماني تربط المواقف بين غزة وبيروت، والفصائل الفلسطينية تشدد على وحدة محور المقاومة. الشهيد سليماني وجبهات الميدان الأمامية قصة شجاعة وعشق للشهادة. لم تظل موانئ اليمن مغلقة فيما موانئ حكام الإمارات وحكام آل سعود مفتوحة، وهذه الرسالة على العدوان أن يستوعبها جيدا. سريع يؤكد امتلاك القوات اليمنية عشرات المسيرات الهجومية القادرة على تدمير تحصينات الأعداء وتجمعاتهم. القضاء البريطاني يرفض طلب تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج للولايات المتحدة. رحيل الموسيقار اللبناني الياسر رحباني عن عمر ناهز 83 عاما. ودائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. السابعة انتهت، في أمان الله.